السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إلكترو سوس. من ناحية قدر أشكركم على المتابعة وعلى دعمكم الإخوان. إذا هنا غنشوفوا بأن هذا التلفاز من نوع كرولر اللي كنشوفوا بأن يعني مشى ليها الفلاش، يعني التحديث يعني الدمب أو السوفتوير ديالها خاصنا ندوزو بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا ان شاء الله بهذا الفيديو. ولكن كنتمنى يعني المتابعين الجدد يوركوا على زر الاشتراك والجرس ان شاء الله باش يوصلكم الجديد. اذا هذا التلفاز كيبقى يعني بحال هكا، واحد شويه كيطفى يعني واحد جوج دقائق تقريبا بدون فائدة. إذن هنا كنشوفوا بأن نمشيو للبي سي، غنشوفوا بأن الفيرموار هو هذا، يعني أي واحد غادي يفتحو بالوين زيب أو ب يعني ديجا درت لي هذا سميتو. كما كتشوفوا التلفاز راه طفى، لأن من هنا هذا هو الفيرموار اللي كيوزن تقريبا درتو في الدوسي هنايا 603. إذا هذا كنديرو ليه انفوي. أول حاجة غنديروها هي نفورماتيو لي يو اس بي. وهنا راه أنا ديجا درتو إن شاء الله، ملي غادي ديرو فورماتي يعني فورماتي هنايا وغادي تختارو اف تي ا على هاد الصيغة FTA FAT32 يعني بار ديفو. وان شاء الله الفيرموار لحتو ان شاء الله راه درتو في لي اس بي، يعني لي اس بي تكون خاوية. وهنا كنديرو ليه اونفوي ملي انفورماتيو ال يو اس بي. دال من هنا كنديرو هاد سميتو، يعني عندي ديجا بان راه درت ديجا في الكلي في الكلي لي اس بي عفوا. ومن هنا كنمشيو نحيدو ال يو اس بي. اذا كنمشيو للتلفاز نديرو فيها في بلاصه ال يو اس بي هنايا التلفاز. دال هنا التلفاز غادي نديرو فيها، نتمنى ان شاء الله شوفوا التلفاز فين كان ال يو اس بي. حيت هذا التلفاز هذا وصلني اليوم. دانا كما كتشوفوا هو ال يو اس بي. دانا ملي درنا الاخوان هنا ال يو اس بي غادي نوركو على البوطون الشعيب مورا التلفازة، كنوركو عليه كنتسناو شي شويه هنا كيعطينا الفيرموار. كما كتشوفوا راه ديماري على الفيرموار. وهنا كيتعطل شي شويه تقريبا حتى يوصل 100%، وان شاء الله. واللي بغى هذا الفيرموار غادي ندير العنوان الرابط ديالو ديال التحميل تحت الفيديو. كان هنا ملي وصل 71 كنتسناو يوصل 100% باش تردي مرة التلفازة. المهم كنتمنى نكون السبب لأي واحد تبلوكات ليه هاد التلفازة وعندو فيه شي مشكل ولا يقدر يفكو بهذه الطريقة. كما كتشوفو التلفازة راه طفات. أنا باش نخليو Mm-hmm.
كما كتشوفوا هنا سطر الإمارات، كنتسناو باش انا كنشوفو هاد البطونة يعني كتسيني باش انا راه كدير كترو ديمارا. وهادشي اللي كان الاخوان، ان شاء الله نتمنى يعني كل واحد عنده المشكل في هاد الجهاز قال الحل معانا هنايا يعني. سبحان الله الفيديو راه درناه غير درتو غير الزربه حيت الوقت شويه مكتكونش. وهنا نشوف التلفازه راه عطاتنا الاوكي او فرونسي، وكتختاروا اللغه دائما كتوركوا على حتى توركوا حتى اللفان بالزر الجانبي تتلقاو ان شاء الله. وهنا يعني هنا كنوركو على السورس البوطون باش نختارو تي تي في، نديرو الروشيرش يعني عطانا اوكن. اذا نبرونشيو الكابل. والمهم الاخوان هذه هي الطريقه. دابا نبقى لي ندير ليها روشيرش من بعد حيت ما نقدرش ندير لكم ندير فيديو نشوفو. المهم هنا غنوركو على الميني، دائما ندخلو لهاد الجهة بالزر الجانبي وكنختارو الساتيليت. وهنا كنرجعو كنديرو الميني عود تاني، نديرو نشوفو القمر نيلسات كيوباند. هنا كنديرو افوق نحيدو الراديو، نديرو عفوا نديرو دي تي في، نديرو كغاتوي، نديرو كونفيغمي. وهنا كدير روشيرش.